السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نقدم حلول إدارة المطاعم. هنشرح إزاي أنت لو جاي، لو ربنا أكرمك يعني وبقت صاحب مطعم، أو لو أنت صاحب مطعم حاليا، إزاي ممكن تدير المطعم ده بسهولة وبمنتهى اليسر دون ما تتعرض للخداع أو للسرقة أو إن البيزنس بتاعك يخسر ويقفل، وبكده تحفظ فلوسك وربحك يزيد وحياتك تبقى أفضل. لو فرضنا إن ربنا أكرمك وبقى عندك مطعم، أو أنت صاحب مطعم حاليا وعاوز تعمل له سيستم، نظام كمبيوتر، طبعا في ناس ناصحين هينصحوك أول حاجة إنك تجيب جهاز الكاشير. جهاز الكاشير يقول لك مكنة كاسيو أو مكنة أيا كان نوعها، يعني هي دي الأفضل، احنا كلنا شغالين بيها وكل الناس شغالين بيها، فعلا معظم السوق في مصر بيشتغل بمكن الكاشير ده، المكن العادي ده اللي هو أقرب للآلة الحاسبة منه للكمبيوتر. المكن هو دي أشكال كثيرة منه، مهما تغيرت أشكاله مهما تعددت أشكاله هو برضه في النهاية بيبقى محدود الإمكانيات، ما بيخزنش أصناف كتير، ما فيهوش حاجة اسمها انك تبعت للشخص حاجة وعليها حاجة، يعني موديفاير يعني اضافة، يعني ما فيهوش حاجة اسمها تقسم شيك، ما فيهوش حاجة اسمها انك تنقل ترابيزة من مكان لمكان، انت بتضرب الشيك ومعقد جدا وتعليمه صعب جدا عشان تعرف تستخدمه اساسا يعني، وغالبا معظم الناس بتشتري نص عمر يعني مش عارف ليه، بس هو يعني اللي بيبقى عنده المكنة بيحاول يتخلص منها ويجيب جهاز بوينت اوف سيل يحط عليه سيستم عشان يقدر يحسن اوضاعه اكتر، فبيقوم جاي متخلص من المكنه ديت وياخدها واحد غلبان جديد مش فاهم ان السعر مش كبير، مش فرق كبير بينها وبين المكنه العاديه. تعال اشرح لك انت لو جبت مكنه كاشير وحطيتها عندك في المطعم هتتعامل ازاي مع الزبون اللي جاي لك. ده مثال بسيط، انت في مطعم او الويتر بتاعك موجود اهوت، جه مجموعه زباين طلبوا يقعدوا، انت قابلتهم وديتهم المنيو، بدأوا يقروا شوفوا قالوا انا عايزين كذا 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 كذا، طلبوا الطلبات بتاعتهم، انت هتاخد الطلبات دي وتكتبها في ورقة تاخدها تحت باطك وتطلع على المطبخ، اتفضل يا فندم عاوزينك تجهز لنا الحاجات ديت. انا بتكلم في 3 زباين بس او في زبونين، تخيل بقى مع الضغط رحت للمطبخ، انا مش تتخيل معايا، وطلبت منه ان هو يجهز الاوردرات ديت. بعد كده رحت على الكاشير قلت له اضرب لي الشيك ده لو سمحت عندك في على المكنه بتاعتك، ماشي. وانت بتضرب الشيك صاحبهم الرابع جه، ايوه يا فندم لو سمحت يا باشا برنس تعالى، تبقى راجع له تاني انا عايز كذا 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 كذا، تروح تظبط الشيك، تروح تاني للكاشير وتقول له يا باشا عاوزين نضيف كذا كذا على الشيك، طبعا الاضافه صعبه جدا، او انك ممكن تلغي الشيك الاولاني وتطلع شيك تاني، يعني بتبقى كل مكنه وليها طريقه يعني، وفي الاغلب بتبقى الطرق معقده جدا. بعد كده تروح للمطبخ تقول له معلش يا باشا عدل لنا الاوردر دوت اللي المفروض ان الاخ ده طلبه زياده ومعلش صلحه، وانت هناك في المطبخ بيندهوا عليك لو سمحت الاوردر اللي نزل في الاول مش هو اللي احنا عايزينه، ده عاوز يتغير، ده مش عاوز يتغير، المشروب ده انا مش عايزه، ما اعرفش ايه بتاع. فتروح ترجع تاني واحد يقول لك انا عاوز مثلا اقسم الشيك نصين، انا عاوز احاسب على الشيك بتاعي بس مش عاوز احاسب معاهم، هم حساب وانا حساب، يعني المفروض يبقوا شيكين منفصلين، طب انت عملتهم شيك واحد فهتتلخبط فمش عارف تعمل ايه. واحد هيقولك انا عاوز اغير الايتمز ديت مش عاجباني، مش هي اللي انا طلبتها انا عايز اغيرها، هتقوم جاي واخد الكلام ده كله وطالع على الراجل اللي هو الكاشير بتقول له عدل لي كذا كذا كذا. طبعا في الحاله دي الكاشير بيقع في حيره كبيره ومش عارف يعمل ايه في الليله ديت، وممكن يلخبط ويبوظ وبيبوظ اليوم كله ممكن بسبب مشكله صغيره زي، تخيل انت بقى مع ضغط الزباين ومع الناس الكتير اللي بتجيلك، شوف انت هتتصرف ازاي في حاجه زي ديت. اغلب المطاعم اللي دخلتها بغيرت فيها سيستم لسيستم بوينت اوف سيل كانوا بيضربوا الايتم بعد، بيضربوا الشيك بعد ما الزباين تمشي، يعني الزباين شربت واتكتبت في الورقه اللي مع الاخ الويتر، في النهاية انت بيضرب لك الشيك
لما الزباين تمشي، يعني بعد ما الزباين خلاص تخرج وتمشي يبدأ يضرب الشيك، خلاص الضرب ما فيهوش تغيير، خلاص ما ينفعش تعدي في اي حاجة تاني خالص، ولا تقفله ولا تعرفه. انت جيت صاحب المطعم من بره، ما تعرفش ايه اللي موجود عندك على الزباين. كل لو انت مش موجود في المطعم بتبقى الرجالة بتاعتك في المطعم، هم الموظفين بتوعك، هم المسؤولين عن كل حاجة، وانت عرضة انك تتسرق. انت كل حياتك متوقفة وكل نشاطك متوقف على أمانة الناس ديت. وطبعا معظمهم بيبقوا من حبايبنا الحلوين اللي بيتفقوا على ازاي يطلعوا منك مصلحة. يعني ممكن يتفق الطباخ مع الكاشير، مع الويتر، ازاي ممكن يضحكوا عليك ويقلوظوا لك المسألة ويطلعوا منك مصلحة بأي طريقة. في هشرح لك طريقة كده، حاجة بسيطة كده، حاجة اسمها الشيك الدوار. ايه الشيك الدوار دوت؟ شيك الدوار ده شيك بيتضرب عندك في اليوم كتير. هما طبعا بحكم خبرتهم وقعدتهم في المطعم طول النهار عارفين مثلا ان في ناس ممكن تطلب ميه كتير او شاي كتير، سواء انت فاتح مطعم او كافيه او وات ايفر يعني. فيجي يوم جاي هو مثلا ايه، ضارب الشيك ده وحطه على جنب في البدايه كده، اول ما يفتح كده الصبح يجي واحد يخش يطلب ميه ويقعد يروح يحاسبه بيه. دايما بتبقى في حاجه صغيره عشان انت ما تحسش بيها قوي، بس سرقه يوم في يوم في يوم في يوم، تلاقيهم في اخر الشهر مطلعين منك مصلحه، يعني حاجه عظمه يعني. شاي، ميه، ما اعرفش ايه، الشيكات دي موجوده وبتلف. طبعا الشيكات الكبيره ما بيلعبش فيها عشان ما يتفضحش، الشيكات الصغيره كده حاططها جنب، تجي له في اي وقت الترابيزه دي عليها ميه وشيك اهو، ما انا مش حرامي يعني، ما اعرفش ايه. لكن انت لو عندك بوينت اوف سيل، انت لو جيت ممكن تشيك الشيكات كلها، المطعم كله، كل ترابيزه عليها ايه ونازل لها ايه، وتقدر تشيك ترابيزه ترابيزه، تشوف يا فعلا خش للزباين انتوا نازل لكم ايه، كذا كذا، موافق السيستم ولا لا. تقدر تجرد ورا الناس اللي عندك دي، تعرف هم بيسرقوا اساسا الماتيريالز بتاعتك في المطبخ ولا لا. كل ديت حاجات موجوده في السيستم، مش موجوده في مكنه الكاشير. العمل يعني، انت جبت مكنة كاشير واتدبست فيها، مفيش حل واحد دلوقتي انك تجيب مكنة الكاشير بتاعتك ديت وعلى اقرب صفحة زبالة وارميها، ما لهاش حل تاني. يا تبيعها، هتضحك على واحد غلبان تاني وتديها له احسن. لا احبس الحل التاني ده الصراحة يعني، عشان ما يبقاش نصب عليك تنصب على الناس كمان. المهم بعد ما تخلص عليها، ننسف جهازك القديم خلاص، ضيعها، هات مكنة بوينت اوف سيل حقيقية. ولو مش قادر تجيب مكنة بوينت اوف سيل، هات جهاز كمبيوتر عادي جدا 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 عليه ويندوز، ما مش مشكلة دي. لو انت عاوز تاتش سكرين بقى وشغل حركات وبتاع وهتشتغل في المطبخ او في حتة بعيدة، اوكي بتستحمل الهيفي ديوتي، عاوز تحطها في حتة فيها تكييف، وهات كمبيوتر عادي خالص. بس اهم حاجة يكون عليها سيستم، لان السيستم دوت هو اللي هيحسب لك كل حاجة وهيظبط لك الدنيا بتاعتك. هنيجي مثلا نعيد التجربة اللي فاتت دي بس مع وجود سيستم. انت قاعد اهوت في المطعم، او الويتر بتاعك انا اسف، ودخلوا عليه نفس التلاتة اللي جم المرة اللي فاتت وطلبوا وشافوا المنيو طلبوا الاوردر، هتقوم جاي مطلع التاتش باد بتاعتك. لو انت عندك طبعا، شوف انا عامل لك راوتر هنا في المطعم، يعني انت مش مح يعني انت رابط العملية كلها وايرلس. طلعت التاتش باد بتاعتك، ممكن السيستم ينزل على مكان وايرلس عادي، نوت، حتى ممكن يشتغل على في نسخة جديدة ان شاء الله نازلة من السيستم بتاعنا، هتبقى موجودة على اندرويد ان شاء الله، ان شاء الله لو انت عاوز تستخدمها على اندرويد ماشي. بس في برضو اجهزة تاتش باد بتبقى تحت ويندوز برضو عادي، ممكن تشتريها، يضغط الاوردر بتاعه وشوف، هو ما اتحركش من مكانه، ضرب الاوردر اوكي، الاوردر بيروح عن طريق الانترنت للمطبخ. اول ما بيروح المطبخ في بقى برينتر انت بتكون حاططها في المطبخ، احنا طبعا لو احنا ظبط لك سيستم بنحطها لك، بتطبع الاوردر دوت للطباخ، اي تعديل عليه الطباخ برضو بيعرفه ماشي، برضو عن طريق التاتش باد، انت ما بتتحركش، ممكن ما بتروحش خالص جوه. في نفس الوقت برضو الراجل اللي قاعد على المكنه او انت الكاشير بيجيله برضو نفس، بيظهر نفس الاوردر عنده، فيبقى عارف الترابيزه دي قاعد عليها ايه وطلباتهم ايه، وترى الطلبات نزلت ولا لا كمان. يعني ما لو انت عاوز تظبط ان الطلبات دي، عاوز تعمل لها ان الطلبات دي نزلت ولا لا، ممكن بسهوله جدا تعرف الطلبات نزلت ولا لا، والناس حاجات اتاخرت عليهم ولا لا كمان ماشي. وبكده اصبح ادي صاحبهم الرابع جه ماشي، وبرضه
هيطلبوا منك طلبات برضو ان شاء الله، حتى يطلبوا لبن العصفور. تخيل هم طلبوا منك حاجات كتير، عاوزين نغير، عاوزين نعدل، عاوزين نقص، عاوزين نعمل، عاوزين بتاع، ما فيش مشكلة خالص، هتنفذه لهم وانت في مكانك خالص، والطلب هيظهر في المطبخ وهيظهر للكاشير وانت بعيد عنهم تماما. ماشي. في مطاعم ما بتحبش العملية ديت، تحب برضو ان هو يستخدم الورقة، ما فيش مشاكل، انت ممكن تاخد منهم الاوردر في الورقة وتروح بيه لحد الكاشير، الكاشير يضربه على السيستم، برضه هيروح للطباخ بنفس الطريقة ويطبع عنده في المطبخ ويطلع الاوردر، وبكده الزباين بتاعتك والمطعم بتاعك الناس هتبقى فيه سعدة يعني سعدة. هتعرف تكنترول البيزنس بتاعك، هتقدر تعرف يعني مثلا عاوز تحاسب كل واحد لوحده هتعرف، لو عاوز تجمع الشيكات كلها وتحاسب كلهم مرة واحدة هتعرف، لو عاوز تنقل واحد من ترابيزة لترابيزة هتعرف، لو عاوز حتى تحاسب واحد بالدين هتعرف، لو انت بس عندك نيتف كاستمر اللي هو زبون اعتياد يعني بيجي عندك على طول هتحاسبه بالدين عادي مفيش مشاكل هتعرف، لو عاوز اسمه ده تطبع ريبورت لمبيعاتك في الشهر اللي فات هتعرف، للسنة اللي فاتت هتعرف، كل حاجة هتعرف، غير مكنة الكاشير اللي يا دوبك بس كده خلاص انسى، الميموري بتاعتها محدودة جدا، يا دوبك مخزنة الأصناف بالعافية. ماشي. وفي منها أنواع كتيرة مش بتسبورت العربي أساسا، يعني على عكس البرنامج أنت ممكن تشغل عندك واحد كاشير عربي وواحد إنجليزي يعني مفيش مشاكل خالص. أتمنى يكون الشرح عجبكم، وأتمنى يعني البيزنس بتاعكم يتقدم للأفضل ويكون أحسن، وشكرا للاستماع، أتمنى تشتركوا في القناة لو عجبكم السيستم، ممكن تأوردر عادي من على الإنترنت عن طريق الإيميل بتاعي أو رقم التليفونات الموجودة على الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.